اخويا انا موالف كنجي نخدم هنا في البلاصه ديالي، انا كندير غارديان هنايا. مع جيت مع ديك العشرة وشي حاجه، كيبان لي السيد نعستم وانا ندخل عند هذا السيد مور ريستورون اللي حدانا. قلت ليه بلي انا واحد السيد راه ناعس هنا، واش غتفيقوا ولا تخلي ناعس؟ قال لي لا خصو يحيد من هنا نفيقوه. بلي جينا بغينا نفيقوه، جا السيد مول الريستور عرى لي على وجهه، وانا نقول له ودي غير عاود غطيه، هذا السيد راه ميت. كنا موالفين كنفيقوه مره واحده اللي حضرت لي انا فيقته، وهاد المره هذه لقينا مسكين مولا مانا الدامان الله يرحمه. مضروب ولا شي حاجه؟ اه باين وجهه كاع مضروب والدم في الارض، هو مسكين متشرد ودرويش داخل سوق راسو، ما كيأدي حد ما كيدوي مع حد، كيدبر على راسو فين ما والاه كينعس، ما عمر شي واحد وصل ليه. هاد المره ما نعرف شكون اللي تعدى عليه.